أهلا بحضراتكم مشاهدينا في هذه التغطية الخاصة واللي هنتكلم فيها مع حضراتكم عن التحركات المصرية والجهود المكثفة التي يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي والدولة المصرية بهدف وقف التصعيد في الأراضي الفلسطينية، وكذلك المساعي المتواصلة لتهدئة الأوضاع وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. وهي الجهود اللي بالطبع كان ليها مردود كبير جدا وتأييد واضح من جموع الشعب المصري واللي اصطف خلف القيادة السياسية والدولة. شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أن مصر دولة قوية ذات سيادة لا تمس، محذرا من أن اتساع نطاق الصراع في الأراضي المحتلة ليس من مصلحة المنطقة. وخلال افتتاح الدورة الثانية من الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعات، أضاف الرئيس السيسي أن الله يحفظ مصر لأن سياستها الخارجية لا تقوم على الغدر والتآمر. كما أكد الرئيس السيسي أن مصر حريصة على أن تلعب دورا إيجابيا في القضية الفلسطينية، وذلك في إطار فهم أن الاستقرار مهم للمنطقة وللدولة المصرية. كما رحب الرئيس السيسي بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة والداعي لوقف إطلاق النار في غزة. وللمزيد ينضم إلينا هاتفيا الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة. أهلا بك يا دكتور. أهلا وسهلا بك أستاذة مشاهدين. أهلا بك. يعني طبعا كلنا متابعين الجهود الحديثة اللي بتقوم بها مصر والقيادة السياسية في مصر لمحاولة يعني تقليل وطأة العنف اللي بيتم على قطاع غزة والضربات التي تتم، وبالإضافة طبعا إلى مساعدة أو دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع. كيف ترى هذه الجهود والتي طبعا جاءت بنتائج إيجابية حتى اللحظة ودخول عدد كبير من المساعدات حتى الآن؟ خلينا نقول ان الدوله المصريه ليها نهج متفرد اللي احنا نقدر نسميه الدبلوماسيه المتانيه والقوه الحكيمه. والنهج ده اللي بتتبناه مصر مش غريب عليها، يعني سواء كان الكلام ده في الدبلوماسيه المصريه وطريقتها وتدرجها وتصاعدها، وكذلك فيما يتعلق بقضيه القوه وتجهيز نفسها وحماية أمنها القومي بالطريقة اللائقة في التوقيت والزمان المناسب. ونقدر برضو نشوف من الرؤية المصرية في المنهج ده أن في دعم شامل للقضية الفلسطينية، سواء كان الكلام ده الحكومة أو الكلام ده كان من الأفراد أو الكلام ده كان من المجتمع المدني. وده شفناه بشكل كبير جدا يعني التحركات اللي حصلت في الفترة اللي فاتت، سواء كان من المجتمع المدني أنه بالنسبة له تحرك زي ما شفنا في حياة كريمة والتحالف الوطني والجمعيات الخيرية اللي مصطفة على معبر رفح دلوقتي لإدخال المساعدات. ومصر هي الدولة الوحيدة اللي كان ليها تأثير كبير جدا فتح مطار العريش وخط الإمداد الحيوي الوحيد اللي هو اللي موجود، وده دور قوي جدا بتأديه الدولة المصرية. لو جينا نبصنا للمجتمع فإحنا شايفين شعب تحرك بالملايين بإشارة من قيادته عشان هو بالنسبة له عشان يدعم القضية الفلسطينية. لو شفنا الأحزاب والكيانات السياسية وتحركها كان تحرك كبير جدا باستجابة للدولة المصرية، وكلها أيدت القيادة المصرية، كلها دعمت التوجه المصري، ثمنت الحفاظ على الأمن القومي، الحفاظ على القضية الفلسطينية، دعم التهجير، أيدت دعمت وبقوة القيادة وشجعتها على قراراتها
الحكيمه. شايفين الاعلام، وهو احنا بالنسبه لنا الاعلام المصري اللي موجود اللي بينقل اقوى من اي اعلام موجود على الارض، على قناتكم الكريمه، شايفين القاهره الاخباريه لحظه بلحظه بتؤازر ولهجتها هي داعمه للقضيه الفلسطينيه، منبر حق، منبر صمود، منبر داعم للشعب الفلسطيني. نعم. شايفين دبلوماسيه بتتحرك بشكل كبير جدا في الامم المتحده وضاغطه، شفنا مؤتمر للسلام عقده السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والدوله المصريه، وضغط كامل ومستمر الان لوقف العنف، لادخال المساعدات للتهدئه الانسانيه. احنا شايفين جيش وطني على اهبه الاستعداد لكل الخيارات، مظهر كفاءه ومظهر ان احنا بالنسبه لنا طمأنة للشعب المصري ان حدود الدوله المصريه والامن القومي المصري مصانه وان هم على اتم الاستعداد. نقدر نقول ان النظره ان في معايير معينه لو شفناها في الرؤيه المصريه ان هي مبنيه ان الدور المصري مبني على الفعل وده ليس الكلام، وهو الدور المصري مبني على التأثير الحقيقي في مجريات الأمور وتحريكها في الشكل الإيجابي وليس مجرد رفع شعارات حنجورية هنا وهناك. مصر هي اللي واقفة على المحك، هي اللي متحملة المسؤولية، هي اللي بتقدم الفعل الحقيقي الداعي للصمود ودعم الشعب الفلسطيني. نعم. شايفين الحكمة وعدم التهور، إن احنا بالنسبة لنا دولة لديها قيادة بهذا الثقل لا تستجر، لا تجر لصراعات مش محسوبة أو إن هي بالنسبة لها تورط نفسها أو تورط شعبها أو تضر القضية كرد فعل غير حكيم أو غير مسؤول. إحنا شايفين إن القضية دي ما بتنصرهاش الخطابات، بينصرها الفعل الحقيقي، التحرك السليم، الرؤية الكبيرة للدعم الحقيقي. احنا شايفين ان كل الكلام ده بيتم وهو مش في ملعب فاضي، ده دي ضغوطات هائله تمارس على الدوله المصريه، ومصر تقدم كل هذا الدعم للقضيه الفلسطينيه في ظل وضع اقتصادي صعب. مصر كانت بتئن تحت ازمه اقتصاديه، وعلى الرغم من ذلك لم يبخل الشعب المصري، لم تبخل الحكومه المصريه، تحركت بمنتهى القوه، فده ويمارس عليها ضغوط سياسيه، ولكن موقف مصر كان صلب للغايه، كان قوي جدا للغايه، واضح للغايه، ابطل مخططات، هو ما زال هو الداعم الرئيسي واللاعب الحقيقي والفاعل الحقيقي اللي بيدل ان مصر هي قلب الامه العربيه، وعلى جميع الدول العربيه ان تعي هذا الامر، ان في المحكات الحقيقيه لن تجد لك داعما او نصيرا او يقف بجوارك على الحقيقه الا الدوله المصريه. نعم. وده شفناه في احداث كثيره جدا مرت في المنطقه. مصر هي حجر العثره لكل المخططات، هي اللي بتفسدها وبتدفع الكلام ده غالي من اقتصادها، بتدفع الكلام ده غالي من تضحيات ابنائها. مصر دوله محوريه، ولكن على الرغم من ذلك هي حجر عثره امام كل المخططات. عايزين نقول ان الدور المصري ده شوكه في حلق الساعي لتصفيه القضيه الفلسطينيه، حائط صد امام الساعين الى اقحام المنطقه في صراع كارثي لانقاذ ماء وجههم السياسي في اسرائيل، حجر عثره امام كافه المزايدين على الدور المصري الوطني او الساعين اللي هم عايزين يستغلوا، يعني اللي هو بيسموهم الناس الانتهازيين اللي عايزين يستغلوا الدور المصري ده لزعزعه الاستقرار في الداخل المصري ولكن هيئات. طبعا احنا بالنسبه لنا الملحمه اللي بتديرها القياده السياسيه ومن خلفها المجتمع ومن خلفها مؤسسات المجتمع المدني ومن خلفها الاحزاب ومن خلفها الاعلام وايضا دلوقتي الان من خلفها الاخوه اللي هم بالنسبه لهم المقاومين اللي بيدافعوا عن نفسهم اللي بيمارس عليهم القصف في فلسطين، يعوا اهميه هذا الدور المصري والقيادات تعي هذا الدور، وان مصر فعلا هي الحارس الامين والاخ الاكبر الحامي والراعي. كل الناس في مصر شايفة هذا الكلام، التفت حوالينا والأهم يعني. ويمكن النقطة أو سؤالي التالي لحضرتك، طبعا احنا في مصر بنؤمن ده بده جدا واستجبنا استجابة سريعة جدا لنداء الرئيس، ولكن الأهم الآن هل ده وصل للخارج أن هناك 105 مليون مواطن في ظهر القيادة السياسية وقرارات القيادة السياسية، وأنها أن في دعم كبير جدا جدا من الشعب المصري بأكمله خلف القيادة السياسية، وبالتالي
هناك قوة في القرار أو الرأي الذي يقوله السيد الرئيس في كل المحافل، ودعم شعبي لهذا الموقف الذي يتخذه الرئيس من القضية الفلسطينية وفكرة التهجير القسري للشعب في الفلسطيني في غزة؟ خليني أقول لك إن هو أنا لا أرى زعيم يحظى بكل هذا الدعم والتأييد من شعبه مثل ما يحظى به الزعيم عبد الفتاح السيسي على الحقيقة. شخصية قيمية، شخصية حملت هم الوطن تحافظ عليه، راعية للقيم عليا تتمناها الدولة المصرية. مجرد ما أشار السيد الرئيس إن هو بالنسبة له قال إن أنا لو قلت للشعب ورغم إحنا بالنسبة لنا رأينا نزل الشعب بالملايين، الأحزاب السياسية كلها على جميع طوائفها المؤيد والمعارض تؤيد السيد الرئيس، وظهر ذلك في بياناتها وفي التلفزيون، الإعلام يصف حول الدولة المصرية، مؤسسات المجتمع الدولي كما تريها، الشعب كله يثق في هذه القيادة ويثق في حكمتها، وهي تراها ان هي على الحقيقة يعني قيادة جادة مسؤولة قيمية صادقة، ان هي بالنسبة لها لا تزايد بالشعارات، هي على الحقيقة متبنية القضية، هي حريصة على وطنها على وطنها، حريصة على التنمية في المنطقة، حريصة على السلام العالمي، تمثل يعني فعلا تمثل القيم. وهو ما زال الرئيس لو قال لنا كلنا دلوقتي، لو انا في وجهة نظري ان الرئيس عبد الفتاح السيسي لو قال للشعب المصري صفوا جميعا في اي مكان يريد، سيرى العالم ما لم يتخيلوا من هذا الاصطفاف، لان هي قضية عادلة، الدولة المصرية حريصة، الدولة المصرية حكيمة، فهي تلاقت هنا الإرادة الشعبية مع الإرادة السياسية ومتجلية، رغم ان احنا بالنسبة لنا ما نعاني فيه من أزمات، إلا ان هي الشعب وحدة واحدة، لان هي تثق في هذه القيادة الصادقة اللي هي جاية على المحك في الزمان والمكان المناسب. طيب دكتور هشام، يمكن على مدار الفترة السابقة كنا بنشوف زيارات من الكونجرس الامريكي او اعضاء بالكونجرس الامريكي لمصر للنقاش والتفاوض وما الى ذلك، هل هناك اي خطط لايضا هذه الزيارات المتبادلة ان يقوم اي من الاحزاب السياسية المصرية لزيارات الى الخارج لتوضيح الصورة وتوضيح الموقف المصري للدول الأخرى والتفاوض أيضا، يعني كمساعدة من الأحزاب للرأي وللقيادة السياسية في دعم هذا الموقف في الفترة القادمة؟ الأحزاب السياسية يعني في أول لحظة أعطت السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والقيادة السياسية اللي موجودة أعطتها تفويض، والأحزاب السياسية تحت أمر القيادة السياسية وتحت أمر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والدولة المصرية، إن إحنا بالنسبة لنا إحنا مؤمنين بهذا التوجه، إحنا بالنسبة لنا نؤيده تماما، نحن على أتم الاستعداد للتحرك في هذا الأمر. قضية مصر قضية عادلة، قضية مصر في صالح المنطقة، قضية التي تعرضها مصر فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية في صالح الإقليم كله، في صالح المنطقة العربية، في صالح العالم. مصر لديها وجهة نظر تتمثل في حكمة سياسية كبيرة ولديها قدرة على الفعل، مصر هي المحطة والعنوان لإنهاء هذا الصراع، بغير مصر لا يمكن أن تحل هذه القضية. إحنا دورنا كأحزاب إحنا فاهمين ده كويس، قادرين على إيصاله، ومن منبرك هذا أنا بقول إن إحنا بالنسبة لنا كأحزاب سياسية وعلى رأسهم حزب الصحوة والنهضة تحت أمر وإشارة الدولة المصرية في عرض هذه الرؤية في جميع أنحاء العالم، لأن مصر قضيتها واضحة وعادلة، يعني مصر تستطيع أن تشرح هذه القضية بمنتهى الوضوح، هي حريصة على السلام العالمي، حريصة على الشرعية الدولية، حريصة على إنفاذ القانون الدولي، حريصة على الحفاظ على الشعب الفلسطيني، اللي هو إسرائيل جرحت الضمير العالمي فيما يتعلق بالمناظر التي نراها. فمصر قضيتها عادلة واضحة، هي أي حد يستطيع أن هو سيكون شرف لي أن هو يتبناها ويعرضها بكل وضوح. أشكرك شكرا جزيلا دكتور هشام عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة، شكرا جزيلا لك. مع استعداد مصر أن تسخر كل قدراتها وجهودها للوساطة وبالتنسيق مع كافة الأطراف الدولية والإقليمية الفاعلة دون قيد
أو شر. وهو ما يستوجب تسهيل وصول المساعدات الإنسانية لأبناء الشعب الفلسطيني بشكل عاجل. ويجب على المجتمع الدولي اليوم أن يتحمل مسؤولياته في هذا الصدد، فمن أجل السلام فليعمل العاملون. أكد الرئيس السيسي أن الدولة المصرية تبذل جهودا كبيرا من أجل تهدئة الاقتتال في قطاع غزة وإدخال أكبر حجم من المساعدات التي يحتاجونها. وينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر. أهلا بك أستاذ مجدي. أهلا بك يا فندم. يعني طبعا اتحاد عمال مصر بيضم الملايين من العمال المصريين اللي يعني ربما الدولة بتعول عليهم بشكل كبير في كل المواقف، في كل المحافل، في كل يعني ما بنقول يا تأييد، دايما عمال مصر بيكونوا في ظهر القيادة السياسية. كيف كان التعامل مع القضية الفلسطينية من جانب الاتحاد ومن جانب والدعم للسيد الرئيس والتفويض الذي شفنا فيه عدد كبير وملايين من المصريين في الشوارع تأييدا لموقف القيادة السياسية؟ احنا بالتأكيد بنأيد موقف القيادة السياسية في التعامل، في كيفية التعامل مع القضية الفلسطينية. احنا من اليوم الاول واحنا شايفين الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتسير في اكتر من مسار لدعم القضية الفلسطينية. اول مسار اللي هو يعني كان لا لبس فيه، ويمكن الرئيس اكد عليه امبارح في لقائه في ملتقى الصناعة، لما قال ان كل رؤساء الدولة المصرية السابقين كانوا بيدعموا القضية الفلسطينية وكانوا واقفين معاها وعمرهم ما تخلوا عنها، وده موقف مصري معروف أن المصريين هم مع القضية وداعمين بكل قوة للقضية الفلسطينية في مختلف الأزمان. يعني دي نقطة. النقطة الثانية، يمكن احنا شفنا كمان على المستوى الدولي مصر بتتحرك بقوة عشان خاطر وقف الاقتتال ووقف الضربات البربرية اللي بتتم تجاه أبناء غزة، والحرب اللي يعني هي مش حرب كمان، يعني هي وصلت لمرحلة يعني مرحلة انتقامية أكتر منها مرحلة يعني رد على ضربة هنا أو هناك. النقطة الثالثة كمان، احنا شفنا كمان موقف الدولة المصرية في حربها من أجل توصيل المساعدات والدور اللي بتقوم به من أجل توصيل المساعدات، والدور الرابع اللي هي محاولات التهدئة كمان بين الطرفين. ويمكن احنا شفنا بالجهود المصرية خرج اثنين من اللي كانوا يعني موجودين عند غزة، أهلنا في غزة وعند المقاومة حماس، طلع اثنين بواسطة مصرية خلال الفترة اللي فاتت. فالدور اللي بتلعبه الدولة المصرية بتلعب على كل المسارات بحيث تساعد الفلسطينيين خلال هذه المرحلة وتقف معهم وتساندهم، يعني كوسيط وكداعم وككل، بتقوم بكل الأدوار الدولة المصرية. وبالتالي احنا بندعم هذه الأدوار لأنها بتصب في النهاية في صالح الدولة الفلسطينية. احنا داعمين للدولة الفلسطينية، ولكن وفي المقابل كما قال الرئيس، وليس على بحيث ان احنا ماشي نساند القضية الفلسطينية ولن نسمح بحل القضية الفلسطينية على حساب دول اخرى. بالفعل هذا موقف برضو يحسب للرئيس، لان معنى ان الأزمة او المشكلة الفلسطينية تتحل على حساب دول اخرى معناه تصفية القضية الفلسطينية، واحنا ضد تصفية القضية الفلسطينية، لان الفلسطينيين اصحاب حق واصحاب ارض واصحاب موقف. التاريخ لم يبدأ امس. يعني يمكن البعض بيقول ان اصل اسرائيل تعرضت، لا، التاريخ لم يبدأ امس. اسرائيل يعني معتدية واخد الارض مش ارضها، دي ارض الفلسطينيين. من ساعة ما اعتدت العضوية يعني بتعامل الفلسطينيين بشكل غير ادمي، يعني كل حقوق الفلسطينيين تقريبا مسلوبة. وبالتالي لما اجي في مغتصب عندي وحقوقه مسلوبة، لما اجي انا يعني اوجه له ضربة، يبقى انا مش انا المخطئ؟ بالتأكيد لا، لان ده دفاعا عن ارضي ودفاعا عن عرضي ودفاعا عن كل مقدساتي. فاللي بيحصل الموقف المصري يمكن موقف معلن من اللحظة الاولى، موقف داعم للقضية الفلسطينية،
ما خدش ما شفناش الرئيس مسك العصاية من النص عشان يرضي كل الأطراف. لا، من اليوم الأول هو داعم للقضية الفلسطينية، وده اللي خلى الشعب كله خلال الفترة دي يعني إيه يتجمع بأيد واحدة ويبقى كله خلف الرئيس. والناس النهاردة كلها عرفت ليه الرئيس كان بيشتري دبابات، وليه كان بيشتري طيارات، وليه كان بيخوف الجيش وتسليح الجيش. ظهر النهاردة قيمة كل الخطوات اللي خدها، وكان الرئيس هو يعني عنده بعد او عنده وجهة نظر اخرى غير اللي كانت عندنا، ان ايه، ان طبعا لابد ان الجيش المصري يكون مسلح بشكل متقدم جدا وقوي جدا، عشان لو حد قرب، ويمكن احنا شفنا الرئيس امبارح وبيقول محدش يقدر يقرب، اكررها اكتر من مرة، محدش يقدر يقرب، لان هو واثق في الجيش المصري وواثق في امكانيات الجيش المصري اللي هي تقدر تحمي مصر خلال المرحلة دي. نعم، بشكرك شكرا جزيلا الأستاذ مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد عمال مصر، شكرا جزيلا لك. لم تتوانى مصر عن دعم القضية الفلسطينية، وتؤكد دائما رفضها التام واستنكارها للممارسات الإسرائيلية الغاشمة، كما تعتبرها انتهاكا للقانون الدولي. نتابع. اهلا بحضراتكم مره تانية. هيكون معانا عبر الهاتف الدكتور سيد خليفه نقيب الزراعيين. دكتور سيد، اهلا بك معانا على شاشه اكسترا نيوز.
اهلا بحضرتك. اهلا يا فندم. اهلا بك. يمكن الشعب المصري بكل طوائفه كان يعني زي ما بنقولها رهن اشاره السيد الرئيس حينما دعا الى تفويض من الشارع لدعم كافه القرارات التي تتخذها القياده السياسيه. ويمكن شفنا كل المحافظات خرجت عن بكره تأبيها في هذا اليوم واعربت عن تأييدها. كيف ترى ان يعني الشعب بقدرته ان هو يوصل رساله قويه الى العالم اجمع ان هو خلف قيادته السياسيه بكل طوائفه بكل توجهاته وميوله السياسيه كانت او حتى العمليه او المهنيه؟ خليني في البدايه يعني اتقدم باسمي كنقيب للمهنه الزراعيه في مصر وزملائي اعضاء نقابه المهنه الزراعيه البالغ عددكم 1,000,000 مهندس زراعي. بخالص الشكر والامتنان للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه الكبير واللامحدود للقضية الفلسطينية، ويعني الجهد الكبير اللي بتبذله الدولة والسيد الرئيس وأجهزتها المختلفة في التخفيف عن أهالينا في قطاع غزة من الناحية الإنسانية وأيضا من الناحية السياسية وحتى من الناحية العسكرية وتخفيف الأعباء عليهم ووصول المساعدات. ده مجهود كبير جدا للسيد الرئيس وللدولة المصرية، ويمكن كلنا تابعنا لقاءات وزيارات عديدة لقادة العالم بمصر والخطاب السيد الرئيس وأيضا بالسيد وزير الخارجية، وجهد على مدار الساعة للتخفيف عن أهلنا في غزة نتيجة هذا العدوان الغاشم من إسرائيل. فئات الشعب المصري، والشعب المصري على مدى تاريخه شعب محب البلد ومحب لقيادته السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبالتالي لما يبقى فيه اي يعني تهديدات تهدد الامن القومي المصري بتلاقي الشعب المصري كله بكل فئاته بكل طوائفه دايما خلف بلده وخلف القياده السياسيه، وبالتالي مش مستغرب على الشعب المصري بكل فئاته اللي شفناه يعني حاله التأييد الكبيره من كل فئات الشعب المصري للسيد الرئيس والقياده السياسيه لاتخاذ ما يراه مناسبا لحمايه حدود مصر الدوليه المستقره من ايام قدماء المصريين، وايضا الدعم الكبير للقضيه الفلسطينيه ولاشقائنا في فلسطين وتخفيف العبء عليهم وزياده المساعدات. يمكن مصر على مدى تاريخها حتى عشان الساده اللي بيتابعونا والساده المشاهدين، اكثر دوله على مدى تاريخها من 48 حتى الان ضحت من اجل القضيه الفلسطينيه، مش كلام، لا ده فعل واقع عملي. ويعني عايز اقول لحضرتك ان كل الشكر مره ثانيه وثالثه للقياده السياسيه والسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على هذا المجهود الكبير العظيم لدعم اهالينا واخواتنا في فلسطين. الشعب المصري سوف يظل على مدى تاريخه داعم للسيد الرئيس في كل القرارات اللي اتخذها لحمايه حدودنا الدوليه المستقره في كل المواثيق الدوليه، وبالتالي احنا دايما كلنا خلف القياده السياسيه وخلف السيد الرئيس عبد الفتاح. نعم، يعني من خلال تعاملات حضرتك في نطاق المزارعين لهذه الجهود، يمكن كل يعمل في مجاله يعني منخرط أكتر في مجاله، هل هذه الجهود وفي متابعة يومية لما يقوم به السيد الرئيس والقيادة السياسية فيما يتعلق بالملف ويعني نبض المزارعين تجاه ما تقوم به الدولة تجاه القضية الفلسطينية؟ أنا بشكر حضرتك على الطرح ده، وإحنا حتى كمهنيين وكنقابة مهن زراعية إحنا ويمكن أول مرة أقول هذا الكلام، إحنا قمة المناخ كوب 28 هتعقد في الإمارات الشقيقة نوفمبر القادم. الدولة المصرية استضافت كوب 27 وبذلت مجهود كبير جدا وأنشأت صندوق لأول مرة بعد يعني جهد كبير جدا من السيد الوزير سامح شكري والقيادة السياسية في ذلك الوقت، وأنشأوا صندوق للخسائر والأضرار، صندوق تعويضات. النهاردة اللي بيحصل في فلسطين من استخدام الأسلحة كيماوية وأسلحة فيزيقية وأسلحة بيولوجية بيأثر على البيئة وبيأثر على المناخ وبيأثر على المياه الجوفية وعلى الأمن الغذائي في فلسطين وعلى النباتات، وبالتالي لابد من خلال قمة المناخ القادمة بإذن الله في الإمارات الشقيقة أن يكون هناك برنامج ويوم كامل مخصص لكيفية تعويض أهلينا في غزة عن الأضرار الناشئة نتيجة استخدام هذه الأسلحة وتأثيرها على تغيرات المناخ وعلى جفاف المياه وأيضا جفاف التربة والتصحر.
أهالينا الفلاحين المصريين وأهالينا المزارعين، وأنا بشكر حضرتك على الطرح ده، متابعين جيدين. السيد الرئيس على مدار الساعة النهاردة الصبح كان في اجتماع عقده السيد الرئيس مع دولة رئيس الوزراء، السيد وزير الزراعة، مسؤولي جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، السيد وزير الكهرباء للمشروعات الزراعية القومية ومدى التقدم فيها وزيادة تصدير الحصلات الزراعية. النهاردة لما نتكلم على هذه المشروعات، هذه المشروعات بتصب في مصلحتنا كلنا كمواطنين، ولكن الفئة الأكثر استفادة منهم هم الزراعيين، لأن هم اللي بيشتغلوا، أولادهم زمايل المهندسين الزراعيين هم اللي بيعملوا في هذه المشروعات القومية، وبالتالي كل هذه المشروعات بتنعكس إيجابيا علينا، وبالتالي يعني كل الدعم لهذه المشروعات ومتابعة دورية رغم هذه الأزمة والظروف في المنطقة كلها، إنما متابعة يومية من السيد الرئيس لهذه الملفات الهامة واللي بيأتي في القلب منها الزراعة ودعم أهالينا الفلاحين والمتابعين. نعم، بشكرك، شكرا جزيلا دكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا فاصل قصير ونعاود مع حضراتكم لاستكمال تغطيتنا الخاصة. أهلا بحضراتكم مرة تانية، ولسه مكملين مع حضراتكم تغطيتنا الخاصة للجهود المصرية التي تقوم بها لاحتواء الوضع في الأراضي الفلسطينية وتحديدا في قطاع غزة. ومعنا الحديث أكثر الدكتور هشام عناني، رئيس حزب المستقلين الجدد. أهلا بك يا دكتور معنا في هذه التغطية الخاصة. أهلا بحضرتك يا فندم. يعني بالطبع في مثل هذه الظروف بيكون كل كيان ليه دوره في دعم الدولة. حابة أعرف من حضرتك أولا يعني دور الأحزاب السياسية في دعم القيادة السياسية في موقفها الثابت والواضح تجاه القضية الفلسطينية. الأحزاب السياسية منذ اللحظة الأولى قالت كلمتها، تضامن وصف وطني حقيقي خلف القيادة السياسية، مشاركة واسعة في كل الدعوات الخاصة بالخروج إلى الشوارع والميادين للتعبير عن غضب الشعب وتعبير الأحزاب عن غضبها وإدانتها الكاملة للاعتداء الوحشي على الأراضي الفلسطينية. تضامن برلماني واضح من الأحزاب الممثلة داخل البرلمان وتفويض للقيادة السياسية باتخاذ ما يلزم نحو حماية الأمن القومي. الأحزاب السياسية جميعها مجتمعة، سواء كان أحزاب معارضة أو أحزاب غير معارضة، يمين أو وسط أو يسار، كله اجتمع على اصطفاف وطني حقيقي خلف القيادة السياسية وتفويض كامل للسيد الرئيس اتخاذ ما يراه القيادة السياسية للحفاظ على الأمن القومي المصري. نعم، يمكن الأحزاب بيكون ليها تعامل مباشر ومتواصل أكتر مع الشباب والشارع المصري بشكل عام من خلال دورها في الشارع. إلى أي مدى وصل جهود الدولة اللي بتقوم بها الدولة في الفترة الأخيرة في التعامل مع القضية الفلسطينية، وكيف ينعكس ذلك على يعني التأييد الشعبي للدور المصري تجاه القضية الفلسطينية؟ هو منذ من يوم 7 اكتوبر والجهود السياسيه للدوله المصريه وللسيد الرئيس كان على الجانب الموازي هو جهود شعبيه وجهود سياسيه، وكل قوى المجتمع المدني وكل الاحزاب السياسيه في دعواتها لكوادرها في المحافظات وفي القرى وفي المدن وفي النجوع والخروج الى الميادين للتعبير عن التضامن مع الدوله المصريه والتضامن مع القياده السياسيه والاستيطاب الوطني خلف القيادة السياسية، في رسالة واضحة أن هناك تطابق ما بين الموقف الشعبي والموقف الرسمي للدولة المصرية، في إشارة واضحة ورسالة للعالم كله أن الشعب والدولة المصرية في اتجاه واحد خلف السيد الرئيس، في إشارة كاملة أن الغطاء السياسي والمكون الرئيسي للحياة السياسية في مصر والأحزاب السياسية على مختلف أطيافها تجتمع في اصطفاف وطن حقيقي خلف الدولة المصرية. هي لحظة توحد ما بين الدولة والشعب والقيادة، هي لحظة توحد ما بين الأحزاب بكافة أطيافها معارضة أو غير معارضة في اتجاه واحد، وهو الحفاظ على الوطن وتفويض كامل للدولة المصرية لاتخاذ ما تراه للحفاظ على سيادتها وعلى حقوقها وعلى بالتوازي مع الحفاظ على الثوابت الوطنية بالنسبة للقضية الفلسطينية.
نعم، يعني عايز أعرف حضرتك، صدى الرسائل الهامة جدا اللي قالها السيد الرئيس أمس فيما يتعلق بالأمن القومي والمساس بالأمن القومي وقوة مصر وإظهار قوة مصر وقدرتها على الرد بالطبع، ولكن يعني الحكمة في التعامل، يعني كيف كانت صدى هذه الرسائل الهامة إلى جموع الشعب المصري في هذا التوقيت الهام؟ الرئيس أرسل رسائل في غاية الأهمية، أولها رسالة طمأنة على الدولة المصرية وقوتها وقدرتها على الردع وقدرتها على الحفاظ على حقوقها وقدرتها على الحفاظ على سياستها، ويمكن ثقة السيد الرئيس تؤكد قدرة الدولة المصرية ليس فقط رسالة إلى الداخل ولكن رسالة إلى الخارج أصلا لطمأنة الداخل بأن هناك أن هذا الشعب جيش ودولة وسياسة وقدرة على الحفاظ على مقدرات هذا الشعب والحفاظ على الوطن، رسالة إلى الخارج وهي رسالة تحذير شديدة وقوية وأن مصر ذات سيادة ولن تستطيع أي قوة المساس بذات السيادة، رسالة طمأنة للشعب المصري بأن يعمل ويجتهد وأن دعوتنا للبناء جنبا إلى جنب إلى الحفاظ على مقدرات الأمن القومي المصري. الرئيس لما بيكون في ملتقى للصناعات في 18 دولة بتشارك فيه وأكثر من جهة بتشارك فيه، وفي نفس الوقت يدعو الشعب للاطمئنان على حال قواته المسلحة وعلى حال دولته، يدعو إلى البناء والتعمير والمضي قدما في الصناعة وتشجيع الصناعات وتشجيع الصناعات الفنية وإزكاء المنتج المحلي، كل هذه رسائل تنم عن وعي كامل وإدراك للدولة المصرية والقيادة المصرية لأبعاد ما يجري على الأرض، وعي كامل وفصل ما بين ودي بيعتبر ودي تنم عن حرفية الدولة المصرية بأنها في توقيت صراع مسلح على الحدود المصرية وأن هناك قضايا أمن قومي للحفاظ على أمن مصر، في نفس الوقت هو دعوة للبناء والتعمير وطمأنة الشعب بأن يستمر في جهوده في بناء دولته الحديثة ونحو المضي قدما نحو الجمهورية الحديثة اللي يمكن الدولة بتشتغل فيها على سنوات طويلة وانفقت كثيرا من الاستثمارات وقوانين محفزة وحوار وطني. مصر كانت في حالة حراك كبير في على مختلف الأصعدة، وبالتالي الرئيس أرسل هذه الرسالة أكيد يعني طمأنة، نعم. يؤكد الناس عليها أن تمضي، عليها أن تكمل مسيرتها في البناء، في الحوار، في الحراك السياسي، في الحراك الاقتصادي، في الحراك المجتمعي، وعليها أن تطمئن وعلى الجميع أن يطمئن أن هذا الشعب له دولة، أن هذا الشعب له جيش، أن هذا الشعب له وعي وإدراك لما يدور حوله وقادر على الحفاظ على مقاطعته. نعم، ونحن بنعول على حضراتكم كأحزاب بشكل كبير جدا لإبراز هذه الجهود وتوضيح هذه الجهود على أرض الواقع للشارع المصري بشكل كبير، لأن زي ما ذكرت لحضراتكم الأحزاب بتكون على تواصل دائم بالشارع المصري معنا جنبا إلى جنب مع الإعلام لإبراز هذه الجهود الكبيرة والعظيمة التي تقوم بها الدولة المصرية في هذه الظروف الحساسة وطبعا الصعبة التي تقوم أو التي تمر بها مصر. بشكرك شكرا جزيلا الدكتور هشام عناني رئيس حزب المستقلين الجدد. تكثف مصر من اتصالاتها وتحركاتها الدبلوماسية لاحتواء التصعيد في قطاع غزة، كما لم تدخر جهدا من أجل سرعة نفاذ المساعدات لقطاع غزة. المزيد عن تلك الجهود في العرض التالي مع زميلة آلاء شتا. أهلا بكم. اتصالات وتحركات مصرية على مدار الساعة في كل المحافل الدولية ومع مختلف زعماء وقادة العالم من أجل احتواء التصعيد المتنامي في قطاع غزة ودفع قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى وقف عدوانها الغاشم على المدنيين في القطاع.
الرئيس عبد الفتاح السيسي بحث خلال اتصال هاتفي تلقاه من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بحث مستجدات الجهود الدبلوماسية الجارية لوقف التصعيد في قطاع غزة، فيما ثمن غوتيريش الدور الجوهري لمصر بشأن حماية المدنيين ونفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مشيدا بالالتزام المصري الراسخ بالعمل الإيجابي نحو السلام والاستقرار. الرئيس السيسي أكد أيضا خلال اتصال تلقاه من رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، أكد استمرار مصر في مساعيها لتنسيق الجهود الإقليمية والدولية للدفع اتجاه وقف إطلاق النار في قطاع غزة، كما حذر الرئيس السيسي من التداعيات الخطيرة إنسانيا وأمنيا للهجوم البري على قطاع غزة. وفي كلمته خلال افتتاح الدورة الثانية من الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة، أكد الرئيس السيسي أن مصر حريصة على أن تلعب دورا إيجابيا في القضية الفلسطينية، مشددا على أن الدولة تبذل جهودا كبيرة من أجل تهدئة الوضع في قطاع غزة وإدخال أكبر حجم من المساعدات التي يحتاجها القطاع. ومع شن قوات الاحتلال الإسرائيلي أعنف موجات الهجوم على غزة منذ بدء العدوان على القطاع، حذرت مصر من المخاطر الجسيمة والتداعيات الإنسانية والأمنية غير المسبوقة التي ستنجم عن الهجوم البري واسع النطاق على القطاع، محملة الحكومة الإسرائيلية مسؤولية انتهاك قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يطالب بوقف إطلاق النار وإنفاذ هدنة إنسانية تحفظ أرواح المدنيين. أيضا بجانب تكثيف الاتصالات والتحركات الدبلوماسية لاحتواء التصعيد في قطاع غزة، تواصل مصر استقبال طائرات المساعدات الدولية في مطار العريش، فضلا عن جهود منظمات المجتمع المدني المحلية في تجميع وشحن قوافل المساعدات المصرية إلى معبر رفح. وأكدت الخارجية في بيان أن مصر لم ولن تدخر جهدا من أجل سرعة نفاذ المساعدة لغزة، مشددة على أن إجراءات الجانب الإسرائيلي تعرقل نفاذ المساعدة الإنسانية في ظل وجود تشدد كبير في إجراءات التفتيش، بل ورفض دخول العديد من المساعدات لاعتبارات سياسية وإدعاءات أمنية مختلفة. مشاهدين الكرام، كان هذا استعراضا موجزا للتحركات المصرية المكثفة والمتواصلة على مدار الساعة من أجل احتواء التصعيد العسكري في قطاع غزة بالتوازي مع إيصال المساعدات الإنسانية إلى الشعب الفلسطيني المحاصر. شكرا على طيب المتابعة. معنا عبر الهاتف للحديث أكثر الأستاذ طارق درويش، رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين. أهلا بك أستاذ طارق. أهلا بك أستاذ مرفت. أهلا بك. أهلا بحضرتك. يعني كيف تابعتم الجهود المصرية في الفترة الأخيرة منذ اندلاع الأزمة في قطاع غزة حتى الآن لاحتواء هذه الأزمة سواء على الصعيد الدبلوماسي أو الصعيد الإنساني؟ الدبلوماسية المصرية والحكمة البالغة اللي اتخذتها مصر لهذه القضية الشائكة اللي فيها غطرسة إسرائيلية غير مسبوقة بتؤكد حرص القيادة المصرية وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي الغاشم والمستمر على قطاع غزة الأعزل، وأهمية توصيل المساعدات إلى الجانب الفلسطيني، وأهمية وجود حلول سريعة من القوى الدولية والدول ذات الأمر إن هي تتدخل بسرعة وبحزم لوقف هذا المسلسل العدواني الغير مبرر والذي يخالف حقوق الإنسان ويخالف المواثيق الدولية ويخالف قرارات الجمعية العمومية ويخالف قرارات مجلس الأمن، كلها غطرسة إسرائيلية لابد من وقفها ولابد من التصدي لها بقرارات رادعة تمنع الجانب الإسرائيلي من قمع الشعب الفلسطيني الأعزل
وأعمال الهدم والقتل والترويع المستمرة والتي من شأنها زعزعة الاستقرار ومحاولات تهجير المواطنين من غزة إلى القطاع إلى سيناء، وهذه ضغوط مستمرة حتى تحقق إسرائيل الغاية. لكن الإرادة المصرية والحكمة التي اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي في معالجة هذه الأزمة ومطالباته الجانب الفلسطيني والشعب الغزاوي على وجه التحديد بعدم ترك القطاع وعدم الخروج من غزة تحت أي مبررات، لأن حال الخروج هو القضاء على القضية الفلسطينية وتحقيق أمال الغطرسة الإسرائيلية الغشمة التي من شأنها أن تشعل لهيب الحرب في المنطقة، وهذه أحلام تريدها الجانب الإسرائيلي الإجرامي المتوحش الذي تدعمه بلاد غربية استعمارية الفكر، تريد أن تحقق غايات ومزيد من المكاسب إلى الجانب الإسرائيلي باستخدام الصمت الرهيب، الصمت المزري، الصمت المشين التي ترتكبه دول تتشدق بديمقراطية، دول تتشدق بحقوق الإنسان، دول تتشدق بشعارات لا تطبقها إلا على المنطقة العربية. صحيح. ومن شأن ذلك أهدرت حقوق المنطقة العربية بالكامل، تم تدمير عديد من الدول بهذه السياسة القمعية والدبلوماسية الماكرة الخبيثة التي تتبعها دول هذه الدول الغربية ذات الفكر الاستعماري التي تريد أن تنال من مقدرات الشعوب ومن حقوقها ومن سيادتها على بلادها. من شأنها ننظر ماذا حدث في العراق وسوريا واليمن وليبيا والسودان والمحيط الملتهب بالجانب المصري، هم يريدون تضييق الخناق على الدولة المصرية حتى تتحقق لهم غايات وآمال لن تتحقق، لأن لدينا قيادة قوية قادرة على التعامل، لدينا جيش قوي قادر على التحدي والردع إذا تطلب الأمر، لدينا شعب يؤمن بأن سيادة الدولة وأن التراب المصري غالي ولا يمكن التفريط به الأمر. هذه الأمور كلها تردع وتجعل الجانب المتغطرس الصهيوني المجرم قوات الاحتلال الإسرائيلية إن هي تقدم على خطوة من شأنها أن يتم تدمير إسرائيل وأن يتم نسف هذا الكيان. ويعني الرسائل نعم، والرسائل المصرية رسائل واضحة وصريحة للجميع، كما أكد دائما أو يؤكد دائما السيد الرئيس في كلماته وفي خطاب أن مصر دولة قوية وقادرة على الرد، ولكن في التوقيت المناسب الذي تراه القيادة السياسية هو التوقيت المناسب. بشكرك شكرا جزيلا الأستاذ طارق درويش رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين.